أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله أن أجلسنا في مجلس علم وإيمان، نطلب فيه العلم، نتعلم فيه أمر ديننا، ما يريده ربنا جل جلاله من أحكام تتعلق بصلاتنا ووضوئنا وغسلنا وطهارتنا، وكيف نتعبد لربنا جل جلاله. وهذا من العلم الواجب وما لا يسع المسلم جهله. فلذلك اسألوا من الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نور هذا العلم، وأن يجعله مستقرا في قلوبنا، وأن يرده إلينا عند حاجتنا إليه، وأن لا يحرمنا نوره بسيئات اقترفناها أو بذنوب فعلناها، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا الأسبوع الماضي إلى باب صلاة الجماعة وما يتعلق بهذا الباب من أحكام. يقول الشيخ رحمه الله القاضي أبو شجاع في كتابه متن الغاية والتقريب، المتن المعتمد عند طلبة العلم في الفقه الشافعي، يقول رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين، يقول: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. ولعلنا الأسبوع الماضي ألمحنا حول هذه المسألة، وقلنا أولا أن هذه المسألة هي مسألة خلافية بين الفقهاء والعلماء. أصلا في المذهب الشافعي عند الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي كما تعلمون هو من أئمة المذهب الكبار، وهو من أصحاب الرأي فيه، وقوله في كثير من الأحيان معتمد. عند الإمام النووي حكم صلاة الجماعة فرض كفاية، ليست سنة مؤكدة، وعند غيره من الأئمة كذلك حكمها فرض كفاية. وقلنا الأسبوع الماضي الفقه إن لم يقرن بالإيمان، أو بالأحرى إن لم يسبق بالإيمان، بيكون وبال على صاحبه يا إخواني. إذا الإنسان ما عنده إيمان بس يقعد بمجلس الفقه يسمع صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يقول هو صلنا سنين مفكرينا فرض، وقاعدين نقتل حالنا نرجع على الجامع، خلاص ما هي سنة بلاها. أو بصير عنده شيء من التقصير، بتصير الدافع اللي كان موجود عنده قبل يخف. لذلك الإيمان لابد أن يكون هو القاعدة، ثم يأتي هذا العلم ليبنى عليه. فإذا قلنا أن هذه المسألة خلافية، والمعتمد عند السادة الشافعية وهو رأي النووي أنها فرض كفاية. طبعا هذا في إيش؟ هذا في الصلوات الخمس ما عدا صلاة جمعة. فحكم الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، فرض عين على كل حر ذكر بالغ أو مكلف، فرض عين، لا تسقط بأي ظرف من الظروف، بأي حال من الأحوال. كثير أحياناً إخوة بيجي بيسألوني: شيخ شغلي، وأحياناً صاحب العمل بقولنا لازم تشتغلوا نهار الجمعة، لازم تفتحوا، وما بنقدر ومضطرين. بقول له: دونك حياتك وروحك أمام الصلاة، الحالة الوحيدة التي تستطيع أن يعني لا تصلي فيها
هي خوف الموت فقط، أما غير ذلك فلا يجوز لأي أحد مهما كان ظرفه ومهما كان عمله. أولاً كيف هو يرضى بعمل يسقط فيه صلاة الجمعة؟ ومن العجيب أنك ترى بعض المسلمين، نسأل الله الهداية لنا ولهم، يؤخرون الجمعة مرة ومرتين وثلاثة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ترك الجمعة ثلاث مرات طمس على قلبه، طبع على قلبه بالنفاق. فلذلك لا ينبغي ترك الجماعة في صلاة الجمعة أبدا، أصلا صلاة الجمعة هي أصلا جماعة، فمن ترك الجماعة وأراد أن يقضيها يصليها ظهرا. قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. طيب، بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة؟ كيف أنت بتكون أدركت الجماعة لو مش كلها؟ بما تدرك الجماعة؟ يعني اللي ما أدرك تكبيرة الإحرام ما أدرك الجماعة، إذا أنت جيت على الركعة الثانية ما أدركت تكبيرة الإحرام ما أدركت الجماعة؟ إذا أدرك شيء من الصلاة يعني تفضل الحج. فإذا بدنا نختصرها، قال: يدرك الجماعة بإدراك شيء ما دون السلام الأول، يعني ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى فيكون المأموم قد أدرك الجماعة. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فيكون قد فاتته الجماعة. أراد أن يصلي جماعة مع أحد في المسجد، الجماعة الأولى فاتته، فإذا تفوت الجماعة بفوات، أو تفوت الصلاة في جماعة وأجر الجماعة بعدم إدراك التسليمة الأولى. هاي بالصلوات الخمس. أما بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة بتختلف. صلاة الجمعة حكمها بأن يدرك الركعة الثانية، فمن لم يدرك الركعة الأولى ولا الركعة الثانية في صلاة الجمعة ففاتته الجمعة. وإذا جاء للتشهد في صلاة الجمعة وكان الإمام بالتشهد وسلم الإمام، كم ركعة بيجيب؟ أربع ركعات، أربع، ولو أدرك معه التشهد ولكنه لم يدرك الركعة الثانية، بخلاف الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لابد أن يدرك شيئا قبل التسليمة الأولى، أما صلاة الجمعة لابد أن يدرك التكبير، لابد أن يدرك الركعة الثانية كلها. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. نحن إذا مذكرين بس حكينا عن أركان الصلاة، قلنا أنه من أركان الصلاة النية. وما المقصود بالنية؟ النية هي التي تفرق فيها عدة أمور، منها نوع الصلاة، ومنها إذا أداء ولا قضاء، ومنها إذا قصر ولا إتمام، ومنها إذا كنت مأموما أو إمام. لذلك لا بد للمأموم أن ينوي الائتمام بالإمام، وإلا صار منفردا. وإلا إذا الإنسان كبر وهو ما ناوي أنه عم بيأتم بإمام، طبعا مش ضروري يحدد من الإمام، لأنه من عادات بعض الناس كبار السن أحيانا تسمع عم بقول: نويت الصلاة أربع ركعات الظهر خلف الشيخ عبد الكريم، علو الشيخ مش عارف مين في مسجد الفرقة. فلا ينبغي لك أن تحدد الإمام، بمجرد أنك تعلم أنك مأموم، يعني أنك تابع غير متبوع، أنك تتابع إماما. يمكن تيجي على المسجد وما تسمع صوته، يمكن ما تعرفه من هو، تدخل بالطريق على مسجد لا تعرفه من هو. فليس من شروط صحة الائتمام بالإمام أن تعرف اسم الإمام أو أن تعرف شخص الإمام، ولا ينبغي لك أن تسميه بالنية، يكفي بالنية أن تعلم قلبا داخلا باطنا أن تعلم أنك مأموم. ليش؟ لأنه بس يصير في مخالفة من الإمام ويترك ركن من الأركان عمدا ولا يعود إليه، يجب عليك أن تنوي هنجو الانفراد، فأنت بتقطع الإمامة، فأنت معاش بتصير مأموم،
بالإمام تنوي الانفراد، مثل أي حالة؟ مثلا اعطوني مثال. نزل سجد نسي الركوع، سبحت ما أم ركع، طلع على الركعة الخامسة سبحت مرة اثنين ثلاثة ما نزل، وأنت متأكد أنه هي خامسة فلا تتابعه، تنوي الانفراد. تنوي الانفراد يعني غيرت النية من نية مأموم لنية منفرد. طيب بالنسبة للإمام لا يجب عليه أن ينوي الإمامة، لأنه ممكن هو يبلش بالصلاة هو عم بيصلي منفرد فيتبعه أحد، أحيانا يشير له بضرب على كتفه، وأحيانا يصلي خلفه بدون أن يشير له. فلو صلى الإمام وهو ينوي الانفراد وخلفه مأموم تصح إمامته ولو لم ينوي، مفهومي؟ المأموم لازم ينوي، ولكن الإمام لا تجب عليه نية الإمامة إلا في صلاة واحدة. أي صلاة؟ الجمعة. إلا في صلاة الجمعة. ليه؟ لأنه صلاة الجمعة ما بصح فيها الانفراد، لأنه لو إجا إمام قال بده يصلي الجمعة لحال وقال له ما بتصح الانفراد، فأنت لازم عليك تنوي تكون إمام. هذه الصلاة الوحيدة التي يجب على الإمام أن ينوي فيها الإمامة. أما كل الصلوات إذا لم ينوي فيها الإمامة وجاء إليه من يأتم به جازت إمامته لهم ولو لم ينوي الإمامة. صعب الكلام ولا بسيط الشرح؟ سهل سهل. قلنا فيما سبق حج أنه التلفظ بالنية، هات لنشوف ذكرنا شو قلنا. لا أنا ما قلت بدعة، جائز. شو هو البدعة؟ أحسنت، الجهر بها. يمكن جاي تريح في مكيفات بالمسجد فيش بالبيت. يمكن والله يمكن جاي تشوف الشيخ عندك مشكلة، يمكن جاي تقرأ كتاب. ما فيني أقول أنا جاي على المسجد خلاص أنا جاي أصلي، لا، لا بد من النية، النية ركن. لكن أقصد التلفظ بها ليس بواجب، التلفظ بها جائز، والأصل أنها في القلب، النية محلها القلب. لذلك أنا لو جئت ولم أتلفظ بالنية وعقدت النية في قلبي أني نويت أن أصلي صلاة المغرب جماعة، أنا مأموم عم صليها جماعة وعم صليها حاضر في وقتها ليست قضاء، ولو لم أتلفظ بهذه الألفاظ فنيتي صحيحة. طيب لو جئت لي يا شيخ، طب أنا إذا بدي أقولن أنا زلمي شوي عندي وسوسة مصاب بمرض الوسوسة فبدي ريح حالي أقولن، فبقول لك ما تجهر فيهن. لا تجهر بالنية، لأن الجهر بالنية خلاف السنة وقد يكون بدعة إذا ظننت أنه سنة، لكنه التلفظ بها جائز. تمام. قال وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يعني من ليس من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام حرا. طبعا الآن ما في عندنا عبيد، ولكن هذا مذكور في كتب الفقه لنعلمه. بعدين قال والبالغ بالمراهق. شو الفرق بين البالغ والمراهق؟ شو الفرق بين البالغ والمراهق؟ أحسنت. المراهق هو الذي قارب البلوغ، قارب سن البلوغ، يعني بده شوي بيبلغ، بسموه كمان بمصطلح آخر المميز، بيقولوا له الصبي المميز. لذلك عند السادة الشافعية، وهذا مما فرض به السادة الشافعية على ما أعلم والله أعلم عند المذاهب الأربعة، أنه تجوز إمامة الصبي. لذلك إذا ابنك عمره 11-12 سنة حابب تشجعه، ولكن لا بد أن يكون مميزا. ما معنى المميز؟ ما صفة المميز؟ قال العلماء هو الذي يستطيع أن يقوم بشأنه وحده ولا يحتاج لأحد، وهو الذي يميز الخطأ من الصواب والذكر من الأنثى والصحيح من الخطأ وغير ذلك، فهذا اسمه مميز. لذلك عند السادة الشافعية تجوز إمامة المميز للبالغ، يعني يجوز لك أن تقدم صبيا مميزا لإمامة البالغين. هذا المراد بقوله والبالغ بالمراهق.
طبعا على أن يكون يعني صاحب صفات، ومن هذه الصفات أن يكون أقله عالما بأحكام الصلاة، مش ضروري كل الأحكام، ولكن أن يعلم الأساسيات، أن يعلم الأركان، وأن يعلم سجود السهو، وأن يعلم حكم الخطأ، وإلى غير ذلك من أحكام وأمور. أما الصبي الذي لا يعلم أحكام الصلاة فلا يقدم. وهذا يا إخواني يعني ليس على الدوام، إنما هو من أجل التشجيع والترغيب للأولاد، وهذا لا بأس أن يفعل في البيوت أحيانا. اللي عنده ولد 10-11-12 سنة يقدمه يصلي به وبأمه، فهذا من التشجيع وهذا لا بأس به. لأنه البعض بيسأل الشيخ إذا قدمت ابني يصلي فينا فالصلاة صحيحة؟ نعم، نقول عند السادة الشافعية الصلاة صحيحة، لكن لا يصح إمامة البنت أو المرأة بالرجل، ومهما كان المأموم عمره يعني، ولو كانت الأم كبيرة وابنها موجود، وهذه مسألة مهمة، لو كانت الأم كبيرة وابنها البالغ موجود، فهل تعلم أنه لا يصح إمامة الأم بابنها؟ طالما أن الابن الذكر موجود فهو الذي يتقدم ويؤم بأمه، يؤم بأمه، فهو الذي يؤم بعائلته، فلا يجوز لأنثى مهما كانت صغرت أم كبرت أن تكون هي الإمام. قال والبالغ بالمراهق. قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة، للحديث لا تؤمن امرأة رجلا، مهما كانت المرأة فلا يصح لها أن تؤم الرجل. طيب إمامة المرأة للمرأة جائزة، قلنا عند السادة الأحناف ما في إمامة مرأة للمرأة، لكن عند السادة الشافعية يجوز للمرأة أن تؤم المرأة. طبعا إلى أحكام، منها على سبيل المثال أن المرأة لا تتقدم كالإمام بين النساء، إنما تقف في الصف ويقف عن يمينها وشمالها النساء، وترفع صوتها بالقراءة، يعني بتقدم شيء بسيط، لأنه هلأ نعرف أنه لابد للمأموم أن لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، يجوز له المساواة، والأفضل أن يتخلف قليلا حتى لا يتقدم، ولكنه إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته. يلا يلا وصلت الله هلا حصل الله. قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة. أما إمامة المرأة بالمرأة قلنا أنها جائزة. وما حكم رفع الصوت بالقراءة للمرأة؟ يجوز إذا كان بغير حضور الرجال. أما لو كانت امرأة تؤم بالنساء مع حضور الرجال فلا ترفع صوتها. بتقول لي هون بين قوسين، خلوني مرة مسألة مهمة، بتقول لي هل سبب التحريم والمنع لأن صوت المرأة عورة؟ نقول هذه المقولة ليست على الإطلاق، هذه المقولة يظن البعض أنها على الإطلاق فيحرم على المرأة الكلام مطلقا، وهذا غير صحيح. إنما العورة بشروط، بصفات إذا توفرت بصوت المرأة. ما هي هذه الصفات؟ ولا يخضعن بالقول. الخضوع بالقول يعني بالعمية التمييع، تمييع الصوت. إذا ميعت المرأة صوتها فهنا صوتها عورة. وغالبا المرأة إذا أرادت أن تصلي فلا بد أن تتغنى بالقرآن، فتغني المرأة بالقرآن أمام الرجال لا يصح، طبعا إلا في حالات ضرورية، كأن لا تجد من تسمع له القرآن ويريد الشيخ أن يعلمها القرآن وأن يضبط لها الأحكام، ومع ذلك المرأة صاحبة التقوى يعني تحرص قدر المستطاع أن لا تجمل من صوتها أمام الرجال، إنما تبين الأحكام. والإخوة اللي بيقرأوا أخوات بيعرفوا هذا الأمر، في كتير مشايخ بدور، مع أني أنا لا أنصح يعني، طالما أنه موجود أخوات بتقرأ ليش تروح عند رجل يعني؟ لو كنت بقرية معينة ما فيش إلا شيخ واحد يعني، هذه حالة طارئة ضرورية حتى تصيري أنت تقرأ النساء. أما طالما نحن في مدينة ويوجد الكثير ما شاء الله من الحافظات والقارئات والعالمات، فلا ينبغي أن تذهب المرأة إلى شيخ تقرأ عنده القرآن ويوجد أخوات يعني قد تقرأ عليهن. تمام، هذا فيما يتعلق بإمامة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. قال ولا قارئ بأمي. شو معنى قارئ؟
وشو معنى أمي؟ قال يعني ولا قارئ، ترجع لكلمة ولا تصح، ولا تصح قدوة قارئ بأمي، يعني لا يصح أن يأم القراء أمي، يعني لا يصح للأمي أن يكون إماما. ما الأمي؟ لا، ليس الأمي هنا من لا يقرأ ولا يكتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أميا وكان إمام المسلمين، كان إماما للمسلمين. ما الأمي؟ الأمي هو الذي لا يعرف أحكام القراءة، والأمي في الشرع هو الذي لا يتقن أحكام التجويد في سورة الفاتحة، بل قالوا أشد من ذلك، قالوا من يعني ضيع شدة في الفاتحة، شدة أو حركة فيها أو حكما فيها، فهذا اسمه أمي. مع وجود القارئ، من هو القارئ؟ القارئ هو من يتقن أحكام القراءة، بس هذا القارئ، مش القارئ يعني اللي بيقرأ بصوت جميل وعنده مقاطع على اليوتيوب وعنده قنوات، لا، هذا قارئ عند الناس. أما في الشرع، من هو في الحكم القارئ؟ القارئ في الشرع هو الذي يتقن أحكام القراءة. ولذلك هون اسمحوا لي بين مسألة، شفنا بخرجاتنا في سبيل الله عادات غريبة عجيبة ببعض القرى. شو هي العادات؟ أول ما فتح المسجد كان الحج فلان أبو فلان هو الوحيد اللي يفتح باب الجامع، معه المفتاح، فكان يوقف إمام بالناس، وكانت الناس توقف وراء، ما كانش في شيخ ولا كان في حدا متعلم. أم بعد تقدم الزمان راح مجموعة من الأهل الضيعة، بعثوا أولادهم عند المشايخ قرأوا وتعلموا، إجوا هالشباب المتعلمين بده يوقفوا بالناس، قال لا، ليش يا أبو فلان، ليش يا حج؟ قال أنا يا شيخ كنت أول واحد صلي بالجامع، وأنا اللي كنت أفتح الباب. هني وين كانوا؟ كانوا صغار، ما كانوش مبينين، هلأ بده يعملوا علينا أئمة؟ يا حبيبي حج ما شاء الله عنك، الله يبارك فيك، الله يجزيك خير، بس ما بصح، لا تصح. وبعد الأنكى من ذلك والأصعب من ذلك، ما رأيناه في بعض القرى، أنه والله رأينا في قرية يقوم يخطب بالناس رجل أمي يقرأ قراءة عن ورقة ولا يعرف القراءة، وفي القرية صار مشايخ وعلماء، طبعا الحق على أهل القرية تركينه، لكن للأسف أمثال هؤلاء ما الذي جعلهم يعني يتمسكون؟ الجهل، الجهل وعدم العلم. طيب يا حاج إذا أنت كنت أول واحد تفتح الجامع بارك الله فيك، بس الآن تخلى عن كرسي لغيرك، أنت لا يصح، شو هذا، عملنا صرنا زي يعني بدون ما نحكي زي مين، زي الرؤساء والنواب والوزراء، صرنا متمسكين، حبديش فل، خلوني عليها. لا يا حبيبي، يا حبيبي الإمام، أنا أقول لكم أنا إمام وخطيب، يعني الحمد لله الذي أراحكم منها، لا يحسد إمام على إمامته ولا يحسد خطيب على خطابته. لذلك احنا دائما بنقول للشباب اللي عم يتعلموا العلم الشرعي، ما تتعلم عشان تصير إمام، وما تطلب العلم وتاخذ الشهادة عشان تصير شيخ وخطيب، لا يا حبيبي، تعلم لله. بعدين إذا قدر الله لك الظروف وقدمت ولم يكن غيرك، فاعلم أن هذا اختيار من الله، فاتق الله فيه. ولكن إذا لم تقدم وبقيت مغمورا، فاعلم أن ذلك خير لك، لأن الشهرة من أكبر المصائب التي يصاب بها المرء. نسأل الله تعالى أن يعافينا، ونسأل الله تعالى أن يستر علينا. فإذن ولا قارئ بأمي، علم إيش القارئ وإيش الأمي؟ إذا دخلت على المسجد وسمعت اللي عم بيصلي فينا أخطأ بالفاتحة، تنوي الانفراد وتكمل وحدك، لأنه لا تصح، إما أن تصحح له فيصحح، وإما أن تنوي الانفراد فتصلي وحدك ولا تأتم بمن يخطئ بالفاتحة. هذه مسألة مهمة. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. يا سلام، مهمة هي، ركزوا فيه، نعيد. وأي موضع صلى، يعني المأموم في المسجد بصلاة الإمام، يعني مأموما بالإمام بصلاة الإمام فيه، يعني بالمسجد، وهو عالم بصلاته. شو ذكر العلماء معنى عالم بصلاته؟ قال عالم بها صوتا وبصرا. يعني جاء رجل لعذر معين،
لسبب معين وقف وراء حد غرفة الشيخ أبو مالك ونحن عم نصلي هون، فهل صلاته صحيحة؟ شوف سؤال، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته، شايفنا وسمعنا، أجزأه. شوف شو حاطون أجزأه، شوف قال لكن أنت لازم تصير تعرف مصطلحات الفقهاء، ما قال صحة، قال أجزأه، يعني الحكم أنه صلاته مش باطلة، لكن شوف هذا يكون بدؤولة، لكن ليس له ثواب الجماعة إن لم تتصل الصفوف. شو قلت لكم الحجاج أنا من كم يوم كان عم بصلوا بالصف الثالث، قلنا لهم يا أخواني صلاتكم صحيحة بس أنت جاي على الجامع عشان ما تأخذ أجر الجماعة، ليش ليش تصلي ورا؟ طالما الصف لسه ما اكتمل ما بصح تصلي ورا، مش ما بصح، صلاة بتصح ولكن ما بتأخذ أجر الجماعة. لذلك كل من يصلي بعيدا عن الصفوف طالما أنه في المسجد يرى ويسمع الإمام، يتابع الإمام ببصره وسمعه، فما حكم صلاته؟ جائزة، لكن له أجر الجماعة؟ ليس له أجر الجماعة. هذا من الأخطاء اللي موجود بكثير من المساجد، بتفع المسجد حاطين لها كراسي آخر المسجد، قال شو عم نصلي وراء لك يا حاج حبيبي، ليش ليش صلي وراء، جيبها كرسي وحط صلي مع الناس. اتصال الصفوف شرط من شروط الجماعة، بتصح صلاة الجماعة لكن يسقط الأجر. قال ولا يضر بينهما حيلولة أبنية إن كان يصلي المأموم للإمام عادة ولو مع استدبار، ولا يضر غلق أبواب بينهما ولو بقفل، ويضر تسمير الباب وزوال السلم ابتداء. يعني باختصار عم بقول لك إذا كان في حاجز ما بين الإمام والمأموم يمنعه من الرؤية ومن السماع فلا تصح. طبعا العلماء الآن بالنوازل الفقهية الحديثة قالوا أن المكبرات الصوت والكاميرات الآن النساء عم بيصلوا فوق، وطبعا في حاجز كبير بيننا وبينهم، بس كيف بتصح صلاتهم؟ قال لأن الصوت منقول والصورة منقولة، فطالما أن المأموم يستطيع أن يتابع الإمام صوتا وصورة فتصح الإمامة. وينبغي كمان للأخوات نفس الحكم أن تتصل عندهم الصفوف ولا ينبغي أن يتأخر. بيسأل بعض الإخوة، وأنا هذا ما بقوله كتير عشان ما ياخدوا عاد الناس ويصيروا يفتحوا فيه، بس هو بالنهاية حكم شرعي. بيسأل بعض الناس أنه يا شيخ أنا نهار الجمعة ساكن هون بالبناية وراكم، أو تسأل الجارة أنا ساكني فوق على الطابق الثالث وبسمع خطبتك يا شيخ لعندي والناس واصلة لبرا، أو البناية اللي هون ورانا، أو بالبناية اللي هون ورانا، فهل أنا بقدر، مضطر ما بقدر أنزل، فهل أنا بقدر صلي على البرندة طالما الصفوف امتدت للخارج وأنا شايف المصلين وسامع صوت الصلاة، فشو الحكم؟ ليش؟ طب شو الشرط؟ هلا حنشوف بعد شوي. شوف سؤال، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم للمأموم وهو عالم بصلاته للإمام ولا حائل هناك جاز، وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا. الذراع كم سنتي؟ حدا بيعرف؟ هلا انتوا تعوا القماش بتقدروه ب60، بس هو في خلاف فيه، هو فعلا تقريبا 60، هو في خلاف بين الشافعي والاحناف، عند السادة الشافعية تقريبا 47 سنتي، لانه بيختلف بين الذراع العربي والعثماني والفارسي، يعني له تفصيل. المهم خلينا نقدر حوالي 50 سنتي، إذا كان 350 إدي يعني 150 متر. طيب هذا ال 150 متر ركزوا له شوي بهالنقطة، حكيناها قبل بظن، نشوف مين منكم مركز. هذه المسافة شو بيسميها الفقهاء؟ حد. أحسنت، مين الغوث؟ أعطيه بنبوني. أحسنت، حد الغوث. شو يعني حد الغوث؟ أيوة، يعني لو استغاث أحدا فنادى صوته يصل لما يقارب 150 متر. قال إذا كان بين المأموم والصفوف مقدار 150 متر فتصح الصلاة. هذا اللي كنا عم ندرسه يا عبد الله من كم يوم، عشان موضوع إذا بدنا نعمل مسجد قريب مثلا، هيك مرق لكم تمريقة، بدنا نعمل مسجد قريب لمسجدنا، لقينا أرض قريب من المسجد هون مثالا، وأردنا أن نبنيها مسجد، قلنا عشان ما نخسر المسجد هون والوقف يضل المسجد
بدنا نعمل مسجد للنساء. طب هل يصح النساء تصلي بمسجد الفرقان هون؟ ونحن عملنا مثالا، كنا أخبركم، كنا نفكر الموقف الجديد مثلا، إذا هو عملنا المشروع الجديد أو الموقف القديم، فهل يصح أن نستعمل هذا المسجد للنساء والمسجد والأرض اللي فيها الموقف السيارات تكون هي المسجد للرجال؟ يعني هل تصح ونركب هون تلفزيونات ويصير النساء بتصلي هون ونحن بنكسب المسجد هناك وهم بضل النساء؟ أيوة، فشو اللي منع؟ طلع ما بيجوز، المسافة 250 متر طلعت. فلو كانت المسافة 150 متر وما دون، فبتنقل الصورة مع الصوت، فيصح إمامة الرجال أو النساء للرجال بهذه المسافة. بدي أنا لا أضرب أمثلة عشان تفهموا كلام المصنف. قال وإن صلى، مين هو؟ المأموم. وإن صلى المصلي وإن صلى المأموم خارج المسجد قريبا منه، يعني من المسجد، وهو عالم بصلاته، بصلاة مين يعني؟ الإمام. ولا حائل هناك، يعني فاصل بينات مباني ومباني، جاز، أي جازت صلاة، وحد القرب بينهما 300 ذراع. تمام؟ نعم. كل من يصلي بعيدا عن الصفوف وهو قادر على متابعة الصفوف لا يأخذ أجر الجماعة، أما المضطر تصح الجماعة منه وتسقط منه عليه الصلاة، ولكن الذي يستطيع أن يدرك الصفوف فهو الذي يأخذ أجر الجماعة. طيب، إن مد الله في أعمارنا، إن شاء الله نشرح الأسبوع القادم ببيان أحكام صلاة المسافر، الجمع والقصر إن شاء الله تعالى.